الاهلي، اخبارنا في الاهلي في رمضان، يمكن في مجموعه من الاخبار المهمه اللي حصلت على الساحه الرياضيه والالعاب الاخرى الفتره اللي فاتت، كان اهمها وابرزها هو كره اليد. يمكن كره اليد يا ابو حميد ملعبك الصالات الصالات بقى يعني، بس في موضوع احنا اثرناه في قناه النادي الاهلي وتبنيناه لان هو كان الحق، وهو الدوري اللي فات كان في كره اليد، كان طبعا مجموعه من اللاعبين غادروا، وكان الاتحاد السابق برئاسه المهندس هشام نصر اخذ قرار الحقيقه غريب شويه، انه قال هيلعب البطوله اللي فاتت بالقائمه الجديده، اي بعد حوالي يعني 8 شهور من رحيل لاعبين من الانديه كلها، عايز يلعب الموسم القديم او المباريات المتبقيه لحسم الدوري بالقائمه الجديده. هو كان امر مستحيل، واحنا قلنا هنا ان ده امر مستحيل، وكان في اصرار غير طبيعي من اتحاد كره اليد بعد ما تم طبعا ايقاف الاتحاد وحله من قبل الاتحاد الدولي برئاسه الدكتور حسن مصطفى. اتحاد كره اليد الموجوده او اللجنه المؤقته الموجوده برئاسه الدكتور محمد الامين خدوا قرار ان هم طبعا يلغوا البطوله ويدوها اعتباري الدوري لنادي الزمالك على اساس الموسم السابق ليه، والكاس للنادي الاهلي برضه على حسب الموسم السابق ليه. وقال الاتحاد في بيان انه مسابقه الموسم اللي فات طبعا بقى صعب استكمالها في ظل رغبه المدير الفني الاسباني باروندو في الاستعداد للاولمبياد بقوه. يعني هو استند انه كمان مش بس ان احنا نقدر، وده بيان الاتحاد، ان احنا بس مش هنقدر نكمل الموسم عشان غياب اللاعبين عن اغلب الفرق. النادي الاهلي كان هيفقد حوالي 9 او 10 لاعبين في هذه المباراه او في المباريات دي، قال لك كمان 12 لاعب كمان، انا اسف 12 لاعب، ولكن كمان عشان في الاولمبيات وفي معسكرات الاولمبيات صعب جدا نوقف كل ده ونلعب الموسم اللي فات، وده اللي احنا قلناه، ودائما النادي الاهلي بيقف مع الحق والطبيعي والمنطق. ولما يعني تم استبدال صاحب القرار الرؤيه بقت باينه والدنيا كانت واضحه، ولكن يمكن صاحب القرار قبل ذلك ما كانش عايز يسمع الحقيقه، الله اعلم كان ليه. خلينا يعني اتفضل طبعا دي، لان البعض بيتكلم عن فكره احقيه النادي الاهلي من عدمها في مسابقه كاس مصر، والغريب ان نادي الزمالك مطلع بيان بيتساءل لماذا تم منح النادي الاهلي مسابقه كاس مصر، لكنه لم يتساءل اطلاقا لماذا تم منح نادي الزمالك بطوله الدوري. اللي خلى نادي الزمالك ياخد الدوري ان هو حامل لقب النسخه الماضيه، هو بالظبط نفس المعيار اللي خلى النادي الاهلي ياخد بطوله كاس مصر لانه حامل النسخه لقب النسخه الماضيه. اعتقد الموضوع يعني بقى صعب. لا ده انا عايز اقول لحضرتك كمان انه واقول للساده المشاهدين ان ده مش الحل الامثل، يعني ده مش الحل الامثل كان ليها، ولكن مع ذلك احنا ملتزمين والنادي الاهلي دائما بيلتزم. ولكن احنا طالما الدنيا يعني بعدت عن الـ 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 الغير منطقي خلاص احنا ما عندناش مشكله خالص، وان شاء الله الفريق بتاعنا سيتسيد كره اليد ان شاء الله الفتره القادمه مجموعه من الشباب الجيدين. خلينا نروح لكره السله اللي كانت مزعله شويه جمهورنا بالظبط، وكانت مزعله جماهير كتير، يمكن النادي الاهلي ما كانش موفق. وخليني برضه اوضح حاجه يا جماعه عشان ابقى امين مع جمهور النادي الاهلي، فريق السله لما خسر من الاتحاد بطولتين ثلاثه في مؤخرا كان بيخسر فرق باسكت فرق بونت، وليس الفارق اللي الناس كلها كانت بيحصل يمكن قبل كده او بشكل يخلي ان النادي الاهلي يكون بعيد عن المنافسه. لا، النادي الاهلي في بطوله السوبر خسر فرق بونت، حتى احنا كان في ايدينا نجيب رميتين ولكن لم نوفق فيهم، ايضا ماتش المرتبط احنا فزنا بيه، ماتش طبعا كاس مصر خسرناه باسكت. يعني قصدي اقول لكم انه احنا بنبقى في المنافسه لغايه اخر ثانيه، ولكن عدم التوفيق او غيره ده موضوع يعني في كره السله يعني باين زياده، لانه طبعا بتبقى الاوقات او الثانيه بتفرق. النادي الاهلي خد قرار بتغيير طبعا الجهاز الفني، ووجه الشكر للكابتن اشرف توفيق وكابتن سيد مصطفى المدير الفني والمدرب العام، والحقيقه اللي هم ما يعني بنشكرهم من هنا ان هم الناس يعني ما قصرتش وساعد بكل جهدها ان هي ترفع اسم النادي الاهلي، ولكن هي دي الرياضه، توفيق وعدم توفيق. النادي الاهلي شاف انه تغيير الجهاز الفني هو ده توقيته، النادي الاهلي جاب صفقه من العيار الثقيل، ماريو بالما المدير الفني لفريق كره السله، دي صورته مع منتخب تونس. ماريو بالما انا لعبت قصاده سنين طويله، يعني كان ليا الشرف ان لعبت قصاد هذا المدرب 15 سنه قصاد منتخب انجولا، كنت انا بلعب في منتخب مصر، وايضا قدام منتخب الاردن لما مسك منتخب الاردن. ماريو بالما هو الاكبر والاشهر في المنطقه الافريقيه والعربيه والاوروبيه كمان لانه مسك منتخب البرتغال. ماريو بالما لما تعرضت عليه طبعا المسؤوليه رحب وجه على طول، بس خليني اوضح لكم حاجه وعايز اقول لك برده عليها يا ابو حميد، انت يمكن هتبسطك جدا ان ده صديق الانتيم مانويل جوزيه. ده كده فل قوي. يعني عايز اقول لك ان في اثناء ما كان مانويل جوزيه متولي مسؤوليه النادي الاهلي كان على اتصال دائم بماريو بالما، وكان ماريو بالما دائما ابدا بيتابع اخبار النادي الاهلي. نتمنى على طريقه مانويل جوزيه في كره القدم يكون هو كمان في كره السله، اللي الحقيقه احنا بذلنا مجهود كبير جدا وعندنا فريق قوي جدا، ولكن زي ما قال كابتن هيثم ان احنا كنا بنخسر امام ايضا فريق قوي بفرق باسكت،
واعتقد كانت جماهير النادي الاهلي بتطالب بوجود مدير فني اجنبي، فالنادي الاهلي احضر خبير في كره السله، مش مجرد مش خبير بس فني. ده اسطوره. انا عايز بس اقول لحضراتكم حاجه، بس نتمنى له التوفيق طبعا ان شاء الله طبعا. ماريو بالما الناس اللي ما تعرفوش هو جاي بمساعد معاه كمان برتغالي هيتولى المسؤوليه. طبعا الفتره ضيقه، عندنا الماتشات القادمه بعد شهر بعد ما يرجع الزمالك من بطوله افريقيا اللي مشارك فيها كره السله، هيبقى عندنا شهر. فطبعا جماهير النادي الاهلي تدعم ان شاء الله، نوفق فيها ونقاتل عليها، ولكن احنا هندعم هذا المدير الفني، هو تولى المسؤوليه من وسط الموسم، لازم نقف معاه، ووفقنا وكسبنا ان شاء الله هو هدفنا. اذا حصل غير كده فهو هيكون باجتهاد وهيكون بشكل ان شاء الله جديد. وخليني اقول لكم ان كل منتخب هو مسكه طلع بيه اولمبياد او كاس عالم. انجولا تسيد افريقيا الفتره اللي هو كان ماسكها كلها، لما راح الاردن في الوقت اللي كانت اردن بعيد خالص طلع بيهم كاس عالم. ايضا لما راح تونس كانت تونس غائبه تماما عن الاولمبياد وغائبه ايضا عن كاس العالم، هو نجح بشكل كبير ياخد بطوله افريقيا ويروح ايضا كاس العالم. فاذا هو رجل ناجح في كل المقاييس وفي كل الاماكن اللي تولى فيها المسؤوليه. خلينا نروح لكره السله السيدات. اعتقد فريق كره السله السيدات بيعمل ريمونتادا، نتمنى انها تكتمل على خير. بالزبط. ان انت بتكون خسران اول مواجهتين واول مباراتين وبتلعب المواجهه الثالثه، وطبعا لو كنا خسرناها كان فريق سبورتنج هو اللي فاز خلاص بالثلاث جولات، ولكن وباقي دقيقه و12 ثانيه بتقدر تعوض فارق النقاط، وكمان بتدخل المباراه الرابعه وبتقدر برضو تكون متاخر وتعوض فارق النقاط، فبيعملوا ريمونتادا داخل المباراه نفسها كابتن هيثم، وريمونتادا على المباراتين الاولى والثانيه، وبيفوزوا الثالثه والرابعه في سلسله الخمس مباريات. اخد من كلامك واقول حاجه كمان فضل. بتبقى منتهى الصعوبه على لعيبه كره السله ان بقى متاخر 2-0 بيبقى شايف المشوار طويل جدا. دي نادين السلعاوي نجمه الفريق، عايز اقول لكم انه بيبقى انت وانت متاخر بتبقى صعبه، ودي ميه حلوه طبعا لعيبه النادي الاهلي، بيبقى صعب جدا جدا عليك ان انت تيجي من 2-0 وعايز بتقول يا ربي انا لازم اكسب ثلاث ماتشات ورا بعض، وعملوها. والنهارده ان شاء الله المباراه نتمنى لهم كل التوفيق، وان شاء الله لما تخلص واحنا على الهوا هنبلغكم ان شاء الله. هم بيلعبوا جنبينا في 6 اكتوبر ان شاء الله تبقى يعني الدوري احمر باذن الله. عندنا النادي الاهلي داخل مواجهه قويه مع الاتحاد السكندري في الكره الطائره. صحيح. والحقيقه احنا بقى في الكره الطائره الاتحاد اقوى ان شاء الله وفريق اسطوري، وانا بحب بالفعل فريق الكره الطائره لان فريق بروح النادي الاهلي، فريق هو زي بالظبط كره القدم مستحوذ افريقيا ومحليا وعربيا، وفريق صنع من اجل كسر الارقام القياسيه وصنع صحيح. ارقام صحيح. وخليني اقول لك ان موقفنا في الدوري برضو يا ابو حميد ان احنا محتاجين نكسب كل المباريات. ليه؟ احنا بعد فوزنا على الزمالك في الدور الاول احنا تعادلنا مع الزمالك واحنا ماشيين الامور لازم تكسب كل المباريات القادمه. مباراه الاتحاد السكندري مباراه مهمه، الاتحاد السكندري عامل فرقه محترمه جدا، و يعني الماتشات معاهم بتبقى يعني كلوز جيم، بس احنا ثقه في اللاعبين ولازم نمشي بشكل منتظم وبنكسب عشان نخلي مباراه الحسم مباراه نادي الزمالك اللي هتكون في نهايه الدور وفي اخر شهر مايو. خليني اقول لكم بنقول طبعا لكابتن محمد مصالح ميدو المدير الفني حمد لله على السلامه، كورونا تاني مره يا ابو حميد. الحمد لله على سلامة الكابتن مصلحي، طبعا كان لعيب كبير ومدرب كبير وقدير، وبإذن الله يكون التوفيق حليف النادي الأهلي أمام الاتحاد السكندري، وبإذن الله يكون النادي الأهلي هو البطل كالعادة يا كابتن، لأن زي ما بقول لك أنا بشوف في روح فريق كرة الطائرة هو فريق كرة القدم. صحيح. في عهد منول جوزيه. صحيح صحيح إن شاء الله. وخليني أقول لكم كمان إنه سيدات الكرة الطائرة ما يقلوش أبدا نتائج ولا إنجازات عن الرجال، إن شاء الله بنستعد الجمعة القادمة هنحتفل بدوري كره السله او كره الطائره ان شاء الله. يمكن فال كويس انا غلطت، ان شاء الله نحتفل النهارده بكره السله. طبعا الفريق الاول لكره الكره الطائره بالنادي الاهلي بقياده مديره الفني كابتن حمدي الصافي هيحتفل بالتتويج باذن الله، وخلاص احنا حسمنا البطوله، حسمنا بالدوري الممتاز يوم الجمعه الجايه على ملعبنا في الجزيره. الاهلي هيتسلم دوري الدرع الدوري رسمي يوم الجمعه ان شاء الله، وهيتلعب الساعه 10 بالليل على صاله الامير عبد الله الفيصل. الاهلي كسب كل ماتشاته ال 21 وعنده 63 نقطه. فرقتنا بتفكر بعد ما قدرنا نحسم الدوري اننا نجهز نفسنا بسرعه جدا عشان ماتشات الكاس واللي هتبتدي قريب برضو ان شاء الله يا ابو حميد. ان شاء الله باذن الله. عندنا لاعبو الاهلي يحققون فضيه وبرونزيه لمصر بالدوري العالمي للكاراتيه في البرتغال، وطبعا ده اخر خبر معانا.